أكد سعادة السيد جميل بن محمد على حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة العليا لشؤون الإعاقة ضرورة الاسترشاد بالأدلة الإقليمية والدولية فيما يخص إعداد دليل لمعايير التراخيص للمراكز التأهيلية الأهلية والخاصة لذوي الإعاقة والعمل على إعادة تفعيل برنامج تأهيل بيئة العمل الصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع صندوق العمل تمكين. كما أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن نسبة ذوي الإعاقة مقارنة بنسبة سكان البحرين لا تتجاوز 1.5%، وذلك في بيان لها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء. وكان حميدان قد ترأس الاجتماع الدوري للجنة العليا لشؤون الإعاقة، حيث تم خلال الاجتماع استعراض جهود اللجنة ومناقشة مقترح إصدار دليل معايير التراخيص للمراكز التأهيلية الأهلية والخاصة، كما تم أيضا بحث مبادرة الأمم المتحدة والمؤسسة الوطنية لخدمات المعاقين ومركز البحرين للحراك الدولي بشأن برنامج الاستخدام الأمثل للكراسي المتحركة. إلى ذلك أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن البحرين تفتخر بتأسيس أول معهد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خاص بذوي الإعاقة البصرية، وهو المعهد البحريني السعودي للمكفوفين، والذي تخرج منه أفواجا من الطلبة المتفوقين، لافتة إلى أن المملكة من الدول الأوائل التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2011.